بتنقص الجيبتين. يعني ايه؟ يعني واحد مثلا عنده ميه بتيجي نسمع عليه دكتور بيزك او تركيش بيجي الدكتور يسمع قال انا بالسام وفي نفس الشهر زي بالسام فالدكتور بيزك اهو بس مش شغال في مشاكل طلعها بنتخانق احنا الاثنين مع بعض فلما نتخانق انا احبس هو يحبس في الاخر نعمل ايه؟ اكس جي دي اللي هيطلع فيها باش يبقى كلامه صح وده مقدار يبقى كلامه صح. واحد تاني قلنا عليه ايه؟ بدل عنده مالوف ده مين اللي عنده اهي؟ مش لازم يحمل زي حتى لو مات خش الشيك لو كان كاف عاوزه يقول ايه؟ 14 او يبقى يبقى انا ما عندوش ارض يبقى صحيح مش فاهم انا يعني مش عارف لسه في سبايس اجي اسمع مين بقى على ايه ولا اقول انا سامع في طرشه والنهارده انا مش حلو واحد تاني بقى عنطري انت بتلبسني يا سيدي مرمر وانا استاذ انت عايز تبقى انت برضه في شباب وده في ايه؟ هو بيعمل ايه؟ هو في عارف ولا مفيش؟ طب المشكلة بقى ان هو قال هو عنده شغل ويقول له عنده شغل. يعني ما شغل قال له مش شغل. طب نعمل ايه؟ مفيش حاجة نعملها. طب الدكتور اللي قال هو شغل وعارف كويس طب وقال له مفيش شغل يبقى ممكن يحصل له ايه؟ يموت. فالمشكلة هنتخانق بقى مش نمونيا، لو تخانقنا في نمونيا ممكن تبقى كيف؟ تعمل ايه هو اللي عنده قلب وعنده عنده فينور وبتاع هيقول دلوقتي هو عنده فينور ما يقولش انا عنده فينور ولا يموت. فانا ليه قاعد في اي وقت؟ مش هتبقى شغل معاك. خلينا انا وانت او انت دلوقتي الشغل كلها في الشغل مسكنا خناقه بعض قاعدين على بعضنا مش عارف ايه انا بيقول لك ماشي سنه احنا كده مع بعض. ده معنى ان انت تبقى كده ولا ايه؟ مهم قوي ان انا اعرف اشتغل انت سايز بتاع بعض على الشغل. إذا كنت تستيف في الوجه لفين أدي بروتيشن بالفيوجن تو ميت ذا ويكي ماس. أنا كنت اشتريت بس إن ماي مش واصل. زي كده إيه؟ وحسيت نفسه عندي هون ما بتوصلوش مية. ما وصلتوش مية يبقى شغال. تمام؟ يبقى إيه أدي بروتيشن بالفيوجن؟ الفيوجن بتاعه مش حلو. أدي بروتيشن مش حلو. يبقى أول حاجة شايفينها لو عرفت أدي كده كدايجنوزس لازم يبقى أنت عارف الساينز اللي تشوفها ولا تشوف الساينز اللي هي ساينز في منتهى الخيال ممكن تعدي على أي حد. المعادلة دي مش موجودة في الكتاب عندك والمعادلة دي بقى بتتكتب إن هي المفتاح بتاع الحارة كلها. يعني إيه مفتاح الحارة كلها؟ يعني نفرض مثلا أقول لك قول لي الساينز والشغل. قول لي الجريف والشغل. قول لي أنواع الشغل. قول لي علاج الشغل. تعالى نشوف كده من انواع ساينز جريدز علاج هو اي وقت كده كلهم اطلعهم لك المعادله دي دلوقتي اطلعهم من المعادله دي فاللي عايز المعادله يعرف يجي المحاضر ده في المعادله انا ممكن يجي لك بس انا اتخرجت ان شاء الله في السؤال ده كله بقول لك اكتبيني بس في الشغل المعادله دي لو اشتغلت المعادله دي هتجيب المحاضره كلها وطلعها تاني بتاعتك بتقول المعادله دي وجماعه اللي فوق ما يلوش ميه، بص انا كنت بشتغل لوحده دلوقتي.
ارضي حوالي 10 يورو، عمل كباري للبيت لم في اليورو فين طلع. الكباري النسبية 10% بس من 70 شغالين و90% مقفول. لو حصل بقى في الديستريبيوتر شغل هي ان اكتر من شركه بس فتحت، ده بقى كله راح فين؟ على الكباريز واستخبى جوه اللي يرجع شويه بعيد عن الشغل. اسمها ديستريبيوتر الشغل. طب ايه اللي ممكن يعمل كده؟ في ميكروبات ملعونه، ميكروبات ملعونه بتقوم على ارتيوز ومفتحها تقوم جاي مغرقه الكباريز بالارض. تمام؟ من جاي بقى اللي هو في التشف يحصل ديستريبيوتر الشغل. يبقى فين؟ في الحالات ست الشغل. تمام؟ الادويه ممكن تعمل كده. نيوريجين شوك على ثلاث شغل. يبقى خدتها وكانت حساسيه منها. فتحت كل الارتيريوز. الواد بيموت في ثواني. بيموت في ثواني. يبقى الحقنه شكلها شكل يبقى ميت. طب يسافر. او واد بيسقط طول عمره. ليه؟ انا ليه؟ احنا بقى سنة خمسة. او احنا عندنا حاجة زي ويلا وبتدي بالسلامة. نيوجين شوك. كان بص جاي بيدينا في وطن نيوجين شوك. تمام؟ واحد محروق والتاني الدكتور يغير له اصح ما تقولوش ليه؟ مصيبة الحاجة دي بالذات بيبقى فيه ايه؟ ممكن ما يكونش البين بس اشوف الفرق. طب بيت اسهل حق. تعالى بيت لو كبير ورا لسه ما حدش حاطط كده ما رسمهاش تقول انت بصيت. البين نيوجين شوك خايف. سبليت انزايتي شوك نيوجين شوك. فالراجل يحلف والله ما ضربت منه والله ما اديتش حاجه لسه ما شفتهاش. طب يا ست نيوجين شوك تمام. بتعمل ايه ميكانيزم ايه؟ يفتح 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 بالعرض كده لازم تقول لك ايه ده مهم. بعد ساعات مثلا ولا ياخد حاجه في الوريد او هناخد معايا بقى انا في حاجه روح للمعمل لو مش في حاجه قالوا الدكتور مش كتير شافوا جاب جت كل الاولاد خبطوه الناس خبطت. الواد كان لسه في كتير خبطوه كتير قالوا ماسك كلها فتقوم برضه تقول ايه معلش يا دكتور اصل دمه ايه؟ دمه ايه؟ دمه ايه؟ هرم. الكلمه دي صح ولا مش صح؟ صح. الكلمه دي كانت ليه قاعده جوه الجسم وفعلا دمه هرم وراح اتجوز. تمام. حد كلمات عربيه الناس بتقولها وتوصف اللي حصل بالظبط. تواصل فسيولوجي كان ميكانيز وكان ليها فهم عضوي اساسي. تقول لك ان احنا بنجرينا ورا البيت انت بقى هي المفروض ان هي فعلا صح يفهم بقى هي. تمام؟ فالفسيولوجي شوك والخلاصه كده ده واحد دمه هربان واحد دمه هربان دمه هربان ما عادش في الكوليش يبقى في الكوليش يبقى الميكانيز. وبعد الفسيولوجي شوك بتشتغل على الريفر ريزيستنس اللي هي بتقلل لما بتاخد استراتيجي فبتقلل الريفر ريزيستنس يبقى الميكانيز اللي نفسه الكوليا قال زي الفيبريو شوك ديستريبيو شوك ريفرنس قالت زي ديستريبيو شوك. بعد كده اشتغل على الهارت بقى في حاجات في الهارت بتعمل لي فاكتين شوك. تمام؟ يبقى الهارت الهارت بيت هو يبقى كارديو شوك. في حاجات في الهارت يعني ايه؟ يعني هارت فيلير يعني سيريال هارت ديزيز يعني كرونو الهارت او توكسيك ماي ادفايس. سيتيسين في كورات ثانيه قبل ما اقرا لك بتفرز توكسينز توكسيك تروح على الميكروبات اللي شايف نفسه على الله خليها ما تخرجش كويس. فالهارت يبطل جامع يعني يبقى اسمها كارتوجين شوك. تمام؟ يبقى المعادله اللي هي تاثير بقول انواع الشوك واسباب الشوك. في حاجه اسمها اوستراكتيف شوك. يعني ايه اوستراكتيف شوك؟ يعني في دم هو اللي هو يعمل لك فيه بلد بريشر في دم مضغوط وفي هارت بيضخه. تمام؟ وفي مواسير ماشي فيها اللي اسمها ريفر ريزيستنس. طب المواسير ديت لو ضاقت خالص بقى المفروض ياكل ريفر ريزيستنس لما بتزيد تمام يحصل ايه؟ الطبيعي بيزيد. طب انا بتكلم عن شو كده؟ بريفر ريزيستنس. امال السنترال ريزيستنس انا قصدي ايه؟ يعني ايه سنترال ريزيستنس؟ سنترال ريزيستنس يعني ايه؟ يعني البيك ارترز والبيك فينز اللي هم على ضغط مباشر القلب بيبقى ليه قلب. فمش هيكون في دم اصلا. فالمفروض بريفر ريزيستنس تبع المعادله كل ما تزيد كل ما تزيد المعادله تزيد. بينما السنترال ريزيستنس لو زادت المعادله دي بتبقى قلب. لان هي سنترال مش بريفر. فالسنترال يعني ايه؟ يعني البيك ارترز يعني المفروض المايه داخله البيت من تحت شرب اللي مش عارف كان 10 مللي ولا مش عارف الشبكيه دي 50 مللي بقت 50 مللي بس. وطبعا كلنا طبعا كان كبير كنا ماشيين مايه كده مايه نفس الكلام يا جماعه. فانا بس بالكونستراكشن في بيك فينز وفي بيك ارتس. ايه اكبر بيك ارتس يعني؟ انا اوضه ودمون او انا بيتا كونستراكشن بيتا اوضه كونستراكشن او الدمون بيتا
اي وقت في الوقت اللي يكون كده تمام. فبص كده البيت فين؟ ايه اكبر بيت فين عندك؟ الان سبيريور وانفيريور كريتيريا تمام؟ مش هقول حاجه من فوق اللي فيه دخل مش هقول ده اكتر من ايه؟ سبيريور وانفيريور. امال ايه بقى اللي في سبيريور وانفيريور مع بعض؟ ممتاز. حاجه في البريكارد من بره حاجه في البريكارد من بره اللي حاطط الان لو جمع اي حاجه فيه او حاجه في البريكوز اللي في جسمي اللي في المهمه ولا حاجه يعني المخ لازم يروح
كده مش لازم. طب والشعر فيه مش لازم. طب العضلات مش لازم. طب والسكين مش لازم. ربي الدم الجسم موجه الدم للمناطق الحيويه اللي فيه. يبقى عندي اثنين كومبارسات للميكانيزم. اول كومبارسات للميكانيزم السنسات الجسم. والسنسات ده ما يزيدها دي عباره عن طفله في الكلام. طب وتاني كومبارسات للميكانيزم دي الاستيتيوشن المصابات للفايتال اورجانز على حساب النون فايتال اورجانز. يبقى لي الكومبارسات للميكانيزم اللي بيسمع كومبارسات للميكانيزم هتتلجم الاعضاء الكيميكيه هنشوفها عن طفله دلوقتي. تمام؟ بس
بحط وسط عينيه يموتوا كلهم. بحط وسط كتاب بعد كده عينيه وسط عينيه يموتوا عينيه. فلازم ترجمه ما بين ده وما بين ده. الترجمه دي عباره عن ايه؟ عشان تكون طبعا يقول لك الكلام كله في ايه؟ التليسكوب. واحد يحفظه طبعا بس لازم تطموحه مره. Thank you.
بعضها دلوقتي ليها الميه بتاعته قلت الوقت ده ياخد شويه كده من الكتاب مش مظبوط الكتاب مش مظبوط ليه ما فطرش؟ هتقول لي انا خايف من الكتاب ما فطرش الكتاب مش مظبوط يعني ايه؟ تبقى شفت تمام؟ فالساين بيبي طيب يعني بيبي بس بتقول الناس عم تشوف في بيبي ما بتشوفش الكفار يعني بتتكلم مع حد ما راحش الشغل ما بتشوفش الكفار واحد يقول لك توقف بقى انتوا معاكوا كف مع اطفال بلطشه ولما تتخرجوا وتبقوا دلوقتي الاطفال ولا تشوفوا بعض. تمام؟ مفيش ولا دكتور اطفال عنده كف بلطشه. ايه؟ فالدكتور كده مش شخص الشيطان. طب هو ساكن في مستشفى ما عادش حاجات. طب يطلعوا من هنا هو المستلم مع الكف بتاع الاطفال بتاع البلطشه. مش الشيطان. او لما موجود مسحوب. والله. او لما موجود Okay, yeah. Ich schließe meine Frage.
يعملها وما تسوق الانتماز انا هقول لك بقى كويس تمام. الجسم كان بيعمل ايه؟ كان ده الفوليا ازود في الفوليا زي الجسم الواحد ازود كونتراكتيفيتي ازود كونتراكتيفيتي ده اللي هعمله ليه في بتاع الشغل. طبعا الشوك ايه حاجه كده اول نقطه يبقى اول حاجه ايه سي هو ايه سي ممكن يبقى بس سبورت بعد كده كارديو فاسكولار سيستم سبورت بعد كده هرسم المرحله الثالثه اللي في عندي مالتي اورجان سيفيريا ساعد الاوبر سيستم سبورت عندي سيستم تريتمنت عندي ريتوريك الكارديو فاسكولار سيستم سبورت ده اللي هو هيقول عليه نعمل ايه يعني في الجسم يعني اول حاجه هعمل حاجه اسمها بري لود اوبتيشن اللي هو ازود السوفوريد. ده السوفوريد ايه؟ كريستالويد وكولويد. ايه مفرق كريستالويد؟ زي الرينر كتير زي السلايد زي الرينر عادي. كميه قد ايه؟ 20 مللي بالكي جي. على زمن قد ايه؟ من 15 ل 20 دقيقه. والدوز ممكن تتكرر مره واثنين ثلاثه. طب كولويد يعني ايه؟ كولويد يعني هدي ازمن او لازم. حاجات تانيه هي بس هي تعمل حاجه تانيه ان هي تحسن الفلو وتحسن
طب ايه الام بي بي اكتر رول للميوزك ايجنت في حاله واحده بس؟ ويقول لك احنا لسه هنعمل ماكسيمم كونفرزيون ايجنت في فصل الريتش خلاص دي حاله واحده بس ده هو عنده وقت في ايه؟ يعني انت لما تقلل اكتر رول بتقلل الشات على الاقل اللي هو يروح يكون ستيك بروسيس تبقى جايه عليه يبقى حلو قدامه صح انا معايا فصل الريتش مش مستفيد من العلاج ادي افضل دور في الاوسيليشن تمام؟ اهو زي ما يقول افضل دور في الاوسيليشن شوف دي كونسيدر بالجوب ريكورد برفورمانس بيشكل سيفير كارديشن نوت اديكو ريسبوندنج للميكرو بريس فورم تمام؟ وايه هما؟ اللي كانوا موجودين عندهم سهلين بكره بعدين عادي يبقى كده عملت اول تايتل كلام اللي هو ايه؟ اللي هو الكارديوغرافيا سيستم سبورت هذا سيستم سبورت ده هذا السيستم اللي فيه كله فوق تمام؟ نسبة هذه الفوق كله في شيء وكله فوق على بعض في السبب والمتيمس روح تمام؟ ده جهاز ده التقطير بيتحط على المتيم عليه أو جوه ويديله المتيمس صلاية باش يبقى السباب فعايز نعمل كده كالمتيمس حتى على الفيديو تمام؟ على الأول بينا فيلر اللي هو اللي حاجه بس الحراره او حاجه مش عارف كده بس الاوفيس حاجه الالكترونيك حاجه الشوكر كل الناس طالعين صوت عندهم جي اي بي سبورت انا عايز اقول لك جي اي بي فيلر من الاس ار من العشيات مش عارف ايش من الاوفيس سبورت في جي اي سي في جي اي سي Thank you.
Thank you.
ديز افكت اسباب الاعراض مختلفه بغيرهم الاعراض غير الاعراض ده البلاد جاس التحليل اللي هي اللي هنا العلاج جاي من هنا تمام يبقى ده لازم نتحرك كله في الرسمه تجيب الاسباب وتحل وفي الجدول يجيب الاعراض وفي حين يكون حاجه مش زي حاجه ما تعرفهاش الكلام في النص ده كله هو اللي موجود في النص ده الاختيارات انواع ايه مش عارف انواع ايه Thank you.